Ladies and gentlemen, we have arrived about 236 here in your men's finals. About 236, it's sanctioned for three-minute rounds in a men's welterweight 67kg division. This bout is sanctioned between Thailand and Kazakhstan for the undisputed men's welterweight championship title. Your five judges being represented here tonight ringside are from Ireland, Italy, Korea, Morocco, and finally India. And when the action begins, your man in the center of the ring, by the bell, representing the IBA by way of Slovakia, we have referee Šimon Radoslav. And now, ladies and gentlemen, please help me welcome as we reintroduce first, fighting out of the red corner, Subhasetri Ile Subhaburus, Jack Pratisthai, fighting for the Kingdom of Thailand, is Bujong Sin City. And now, introducing his opponent, fighting out of the blue corner, Khonemdar Min Mirzalar Kharsalinistar Kazakhstan Nan Dulat Begbauov. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Referee Šimon Radoslav will now be giving his final instructions to the boxers. Heads up, no holding, punches up. Listen my comments, stop time break. Good luck. This is round number one. إذن سيداتي أنساتي سادتي والآن في وزن 67 كيلوغرام والذي يجمع من تايلاند في الركن الأحمر بونغ جونغ سينسر ومن كازاخستان في الركن الأزرق دولات بيك بووف. إذن هذا اللقاء الهام لتايلاند لمحاولة وضع قدمها على الميداليات على سلم الميداليات الذهبية في مواجهة أمام كازاخستان التي أيضا تسعى في هذه اللقاء لمعادلة الميداليات الذهبية مع أوزبكستان. إذن ذهبيتين لكازاخستان وثلاث ذهبيات لأوزبكستان حتى هذه اللحظة. إذن اللقاء هام لكلا الطرفين. بونغ جونغ سينسر في الركن الأحمر من تايلاند تمكن من الفوز على العديد من الأبطال والصعود إلى نهائي هذا الوزن اليوم ليثبت أحقيته وكفاءته للفوز بذهب 67 كيلوغرام، في حين أيضا الملاكم الكازاخستاني دولات بيك بويوف أيضا ملاكم آسيوي بطل آسيوي وبطل عالمي، أيضا شارك في العديد من النزالات ومن اللقاءات والمشاركات والمسابقات الآسيوية والدولية، ومستقيم يمين من دولات إلى بونغ جونغ سينسر. إذا هنا الآن التحدي الكبير بين الملاكمة التايلاندية والملاكمة الكازاخستانية، ولكمات جميلة، لكمات متنوعة. إذا ولكمة إلى الصدر. إذا التايلاندي يوجه مجموعة لكمات بونغ جونغ سينسر لدولات بوكوف، ايضا وجه بوكوف في بدايه هذه الجوله لكمات خاصه بالمستقيم اليمين، وذكرنا سابقا مدى تمكن الملاكمين الكازخ من المستقيم اليمين، يحاولون دائما توجيهه بشكل دقيق وقوي وحصد النقاط به. اذا مشاغلة باليد الأمامية ومن ثم إطلاق لليد الخلفية لدولات بيكبوف من كازاخستان في الركن الأزرق. إذا ما زالت الجولة هادئة لغاية هذه اللحظة، وهجمات إذا تضيع لكمات المباشرة لغاية هذه اللحظة. يحاول كل من الخصوم من التايلندي جونغ بونغ جونغ سينسر والكازاخستاني دولات بيكبوف الجولة الأولى لصالح، وبانتظار نعم ذهبت للكازاخستاني 3-2. إذا اللقاء متكافئ في بداية
الجولة الأولى وتفوق كازاخستاني 3-2. إذن القضاء من إيرلندا ومن الهند منحوا الفوز للتايلندي جونغ بونغ جونغ سينسر، والقضاء من إيطاليا وكوريا والمغرب منحوا الفوز لكازاخستان دولات بيكو بووب في الركن الأزرق. Seconds out. إذن ladies and gentlemen, this انتهت دقيقة الاستراحة ونحن الآن في الجولة الثانية من هذا اللقاء وتقارب في المستوى في الجولة الأولى. إذن الجولة الثانية الآن هامة لكلا الملاكمين لمحاولة تعزيز فرص كل منهما بالفوز بالمباراة. يجب أن يحصد نقاط الجولة الثانية كاملة الآن. إذن هل سيبقى هنالك انقسام في أراء القضاء؟ ولكمات قوية باليمين من دولات الكازاخستاني في الركن الأزرق. إذن دولات وجه مستقيم يمين قوية ومباشرة. إذن بونغ جونغ سينسر يا وجه مستقيم يسار قوية أيضا. إذن كلا الملاكمان يقصف كل منهما مواقع الآخر بلكمات بعيدة المدى، ولكمة يسار قوية في وجه دولات بيكو بويف من كازاخستان. إذا جون بونغ جونغ سينسر هذا الملاكم التايلندي الذي حجز لنفسه موقعا ومكانا وموطأ قدم في النهائيات، لا يريد أن يعود إلى بلاده بخفي حنين، بل يريد أن يعود بذهبية. هل سيسمح دولات بكبوب بخسارة كازاخستان لهذه الميدالية الهامة ولخسارته هو الذهب؟ إذا نتيجة الجولة الثانية سيكون لها تأثير كبير على فوز. لكمة قوية وعد من الحكم، لكمة يسارية مباشرة في وجه دولات. إذا نوايا بونغ جونغ سينسر لا تنم على خير لدولات. بونغ جونغ سينسر يوجه لكمة قوية وساحقة. إذن عريفة شاهدنا لقاء جميل لغاية الآن، تقدم في الجولة الأولى لدولات بيكو بويف من كازاخستان، والآن الملاكم التايلندي بونغ جونغ سينسر أدى أداء جميلا ورائعا. ماذا تقولين؟ نزال قوي جدا كابتن أيمن بين هذول اللاعبين. الجدير بالذكر هو أن اللاعب الكازاخستاني دولت هو ملاكم محترف وبرضه ملاكم بالمنتخب الكازاخستاني، فهذا ببين بأسلوبه بطريقة اللعب. هو ملاكم متمكن جدا جدا، خصوصا أنه خصمه التايلندي هو أعسر وقادر أنه يصيده، مع أنه احترافه ببين لما تلقى هلأ الضربة قوية جدا وعد عليه الحكم، ولكن تمالك نفسه ورجع يلعب بقوة. شكرا عريفة، ونعود إلى اللقاء. تلقى دولات لكمة قوية ويحاول في الجولة تعزيز حظوظه، هو بالفعل حصل على العلامة الكاملة بونغ جونغ سينسر من تايلاند. إذن تقدم بونغ جونغ سينسر ب5-0 في الجولة الثانية، والآن الجمهور التايلندي فرح جدا بهذه النتيجة، وهنالك تشجيع كبير من التايلنديين في هذا اللقاء لبونغ جونغ سينسر. إذن الجولة الأخيرة إن لم يحرزها بالكامل دولات بيكو بوف سيخسر هذا اللقاء، وسيفرح التايلنديين بذهب وزن 67 كيلوغرام الآسيوي. Ladies and gentlemen, this is your third and final round. سيداتي أنساتي سادتي الجولة الحاسمة والفاصلة الآن
في وزن 67 كيلوغرام بين بونج جونغ سنسر من تايلاند ودولت بيكو بوف من كازاخستان. اذا هذه الجولة النارية الان. واو، اذا دولات لا يريد ان تمر هذه الجولة بسلام دون ان يسجل فيها نقاطه. اذا يكثف من هجومه دولات، ولكن الملاكم الثعلب اريد ان اسميه لبونج جونغ سنسر، ولكن انظر يستطيع ان يمتص هجوم الخصم ويستطيع بين الحين والاخر مباغتته بلكمات قويه مثل ما حصل قبل قليل، يعطيك الطمانينه ويعطيك اللين الدلع ولين اللكمات الناعمه، ثم ينقض عليك بين لحظه واخرى بلكمات قويه تؤكد تفوقه في الجوله ويستطيع ان يحصد نقاط الجوله مثل هذه. انظر الان هذا الملاكم الذي يستعمل سياسه الامن الناعم في التعامل مع الكازاخستاني دولات بيكوبوف. لا يوجد امان معه، لا يوجد امان امامه، اذا ان لم تكن ذكيا وحذرا جدا فهو كالثعلب يستطيع ان يصطادك بين لحظه واخرى. اذا دولات يحاول ترويض هذا الثعلب بونج جونغ سنسر، يحاول ترويضه باللكمات القويه وبالهجوم المكثف بعد ان تمكن منه في الجوله الثانيه وحصد نقاطها بالكامل لصالحه من خلال لكمة قوية مباغتة لم يكن يحسب لها حساب دولات بيكو بوف. إذن اللكمات المستمرة بالمستقيم والهوك لدولات، وأيضا دخول تايلندي، دخول تايلندي بالهوك. إذن العلامة الكاملة، العلامة الكاملة هي دولات، يحتاج ايضا 4-1 تستطيع ان تكون جيده لدولات، ولكن ما هو راي القضاه؟ راي القضاه بناء على مستوى الجوله الثالثه سيتضح ان كان سيكون لمصلحه البطل التايلندي بونج جونغ سنسر الذي سيطر على نقاط الجوله الثانيه بالكامل 5-0. إذا اقتربت نهاية الجولة، يعرف كيف يدير هذا اللقاء تايلندي بونج جونغ سنسر. وانتهت الجولة، الفرحة الفرحة على وجه بونج جونغ سنسر الذي خسر الجولة الأولى 3-2، فاز الجولة الثانية 5-0. الآن الجولة الحاسمة، ما هو رأي القضاة؟ إذا دولات بيكو بوف الجولة الأولى 3-2، الجولة الثانية 0، الجولة الثالثة، لنرى ونستمع ونشاهد رأي القضاء في هذا النزال. واللقاء القادم، الجماهير تنتظر اللقاء القادم للبطل الأردني زياد عشيش. إذا ننتظر أيضا بعد هذه النتيجة اللقاء الهام والمصيري للبطل الأردني زيادة الشيش في مواجهة أوزبكستان. Ladies and gentlemen,
about 236 here in your men's finals comes to a close after being three-minute rounds in a men's welterweight 67 kg division matchup. This bout was sanctioned between Thailand and Kazakhstan for the undisputed men's welterweight championship title. We go to the judges' scorecards, where your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the red corner, Jeff Pratistha Bujar!